هي الحرارة التي نطلبها بالملاعب القاعات اليوم لتدعيم كل الرياضيين الجزائريين من أجل تحفيزهم معنويا وتقديم الأفضل وأيضا حصد أفضل النتائج. محمد، نعم نعم، يمدون محفز كبير للرياضيين والإشارة يعني احنا يعني مبهرين بالله هذا الجمهور، وحنا أول مرة نشوف قاعة البادمينتون ممتلئة على الكامل صراحة. أنه لما قالوا قاعة وادي تليلات يعني لم نتوقع أن تكون يعني هذا الحضور الجماهيري بالمدرجات، لكن يعني أبهرنا وفاجأنا يعني الجمهور الرياضي لواد تليلات وكل ساكنة مدينة طهران الذين تنقلوا إلى هنا للمتابعة. إذن عملية الإحماء تنطلق في هذه اللحظات بين المنتخبين الإسباني والجزائري. عفوا الحكمة صربية. إذن فقط الحكمة الصربية كما يقول مدير المنتخبات الوطنية محمد عايش الذي يرافقني في تحليل هذه المباراة النهائية من منافسة البادمينتون الزوجي ذكور. طبعا على الصورة كما نشاهد على الصورة يوسف صبري مدال، صبري يوسف مدال الذي يقوم بعملية الإحماء هنا، المدرب الإسباني الذي يتابع ما يقدمه لاعبوه خلال عملية الإحماء. ربما ستكون المتابعة الدقيقة في هذه المباراة. نعم، نشوف المنتخب الإسباني فاز المنتخب المصري ثم المنتخب الإيطالي للوصول إلى النهائي. نعم، حتى المنتخب الإسباني أو المنتخب المصري عفوا يعني عنده علاقته وعنده قدراته في هذا الاختصاص يعني، لكن اليوم يعني القوة يعني تظهر في المنتخب الجزائري الذي يبقى يقارع الكبار. محمد، نعم نعم، المنتخب المصري يعني طه ما في الدور الأول مع المنتخب الإسباني، والمنتخب الإسباني كما تعلم أنه منتخب قوي ومنتخب مرشح للفوز، لذا يعني للأسف المنتخب العربي الشقيق يعني أقصي مبكرا. هنا الجمهور الرياضي يتابع هذه المباراة. نعم، نذكر فقط بمدرب المنتخب الوطني نوري معمري سليم الذي سيكون في قائمة المنتخب الجزائري لحظات وتنطلق هذه المباراة بإدارة الحكمة الصربية. رحبت لي هذه إيطالية. لا مش هي الإدارة الأخرى، هذيك الدوزيبا. ستنطلق المباراة في هذه اللحظات. حضورنا الرياضي الكريم مباشرة هنا بقاعة وادي تليلات في هذه المباراة النهائية لمسابقة الزوجي الذكور بين المنتخب الجزائري والمنتخب الإيطالي. إذن بداية المباراة في هذه اللحظات وكرة عالية، إذن محاولة سحق من طرف المنتخب الإسباني وأول نقطة تسجل لصالح المنتخب الإسباني. كيف ستكون ردة فعل المنتخب الجزائري؟ مهمة اليوم التركيز و تسجيل أقل عدد ممكن من الأخطاء، بل يعني ليس هناك عذر لتسجيل الأخطاء، بل تسجيل أكبر عدد من النقاط من أجل صنع فارق في المقدمة، يعطي الأريحية للمنتخب الجزائري حتى يتمكن من نيل الميدالية الذهبية. هنا محاولة السحق والمباتة من طرف معمري كوسيلا. نعم، ونقطة للمنتخب الجزائري. نتيجة من طرف اللاعب نقطة في بداية هذه المباراة التي تظهر أنها ستكون مباراة قوية بين المنتخبين. إذن الإرسال سيكون لصالح المنتخب الجزائري. هنا التمركز للاعبين، يعني لاعب في المقدمة ولاعب في الخلف، ونقطة ثانية للمنتخب الجزائري. نعم، جيد جدا، جميل ما يصنعه المنتخب الجزائري.
الذي يعني يسعى للسيطرة هذه على هذه المباراة. على الصورة مدرب المنتخب الإسباني الذي يتابع دقة هذا اللقاء. نعم طبعا هنا محاولة السحق دائما والمباغتة دائما من كل من كوسيلا ومدال عمري ومدال أقول نعم بوكس تركيز في محمد كرة ضرورية نعم الصورة لدخول في المقابلة طبعا طبعا يعني هذه الأخطاء التي يجب تجنبها يعني والتركيز في إرسال الكرة في المكان المناسب داخل أرضية الملعب يجب على كل لاعب طبعا ليفيت يعني تضييع نقطتين بهذه الكيفية يعني أمر غير مقبول يا معمري ويا مدال غير مقبول تماما ثلاث نقاط مقابل نقطتين إذا التفوق لصالح المنتخب الإسباني في هذه الأثناء في محاولة استدراك المنتخب الجزائري للنقاط هنا تعود الكرة سرعة التمرير جميل جدا إذا مدال في عملية سحق يوسف صبري كما قلت مدال في محاولة سحق ناجحة تمكن من يعني تحقيق النقطة الثالثة يعني لم يتمكن اللاعب الإسباني من صد هذه الكرة القوية نقطة ضائعة منتخب الجزائري طبعا يعني الكرة دائما يعني تكون جد صعبة الترويض أمام عندما تكون يعني محمد أمام الشباك هذا التقنية نقطة أخرى نقطة أخرى لصالح المنتخب الجزائري والتعادل دائما ما يميز يعني هي مباراة شبيهة تقريبا بالشوط الثاني للسيدات بين تركيا وإيطاليا كما شاهد نقطة يجب على الرياضيين الجزائري ما يخلوش المنتخب الإسباني يضع اللعب طبعا يعني يعني الفرض منطقه وخلق يعني فارق في النقاط حتى تكون أريحية في المباراة يعني نقطة بنقطة يخلق ضغط للاعبين على أرضية الميدان دائما يفكر في كيفية يعني عدم منح الفرصة للمنافس لصنع الفارق في النقاط هنا التقدم لصالح المنتخب الإسباني بنقطة واحدة 5-4 نذكر هنا الرياضي الكريم أن هذا نهائي منافسة البادمينتون في اختصاص زوجي ذكور الذي ينقله لكم مباشرة على برا قنوات التلفزيون الجزائري وعلى القناة السادسة مباشرة من القاعة المتعددة الرياضات بوادي تليلات إشارة المنتخب الإسباني عنده خبر كبيرة كبيرة جدا نعم نقطة أخرى وتعادل المنتخب الجزائري محمد يعني في 37 سنة يعني خبرة للمنتخب الإسباني يحاول اليوم يعني تسيدها أمام يعني العناصر الشابة 1 2 3 يعني وهذه المدرجات يعني أجواء جد رائعة يصنعها الجمهور الرياضي الجزائري بالمدرجات وتقدم دائما يعني للمنتخب الإسباني لكن بنقطة واحدة فقط 6-5 يعني إمكانية تفوق المنتخب الجزائري واردة جد وممكنة في كلش ممكن الجزء الأول من الشوط الأول نعم هنا لا يجب يعني أن يكون هذا الأمر نقاط سهلة تضيع تضييع مثل هكذا نقاط يعني يجب التركيز إهدار الكرات نعم ثلاث نقاط لحد الآن لا يا معمري ولا يا مدال لا يجب هكذا إذا ننتظر منكم في هذا النهائي ثلاث نقاط يعني وتقدم صحيح المنتخب الإسباني لكن نقطة لصالح المنتخب الجزائري نقطتين كفارق يعني 8 للمنتخب الإسباني و6 نقاط للمنتخب الجزائري إرسال لمعمر كوسيلا شوف يعني يعني الكرات العالية هي سلاح ذو حدين محمد كما ألاحظ وأتابع يعني بما أنه يمكن يكون تكون ردة فعل فيها يعني السحق سقوط يوسف يعني صبري يعني سقوط صبري خلى الفراغ على أرضية الميدان اللي استغلوا المنتخب الإسباني بذكاء ولاعب المنتخب الإسباني بذكاء من أجل تحصيل النقطة التاسعة
شوف يعني الانزلاق على أرضية الميدان. على الصورة المدرب أقول نريم عمري سليم الذي يعني يطالب بتقنية الدفاع الجيد في حالة هجوم منتخب الإسباني. نعم يطالب. وتضيع دائما في الشباك هذه الكرات التي يعني تعطي الأريحية للمنتخب الإسباني. نعم. الذي يبدو أنه سيتمكن من التفوق في الشوط الأول بما أن الفريق 4 نقاط ونقطة واحدة تفصلنا أقول عن نهاية الشوط الأول. كرة عالية محاولة سحب من المنتخب الإسباني، رد من المنتخب الجزائري في كرة عالية. دائما المنتخب الجزائري في مركز الدفاع يدافع ثم يقوم بالهجوم في هذه المحاولة، لكن دائما وكرة أخرى لصالح المنتخب الجزائري. يجب على اللاعبين الجزائريين قلب الموازين يعني من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم. إذا بقينا في الدفاع سوف نخسر نقاط. يجب طبعا اليوم يعني أفضلية تشوف طريقة ارجاع الكره من طرف لاعب المنتخب الاسباني، يعني ملاحظ ان الخبره تظهر يعني ارضيه ميدان في ترويض الكره في استرجاع او في ارجاع الكره واعادتها. وهنا المنتخب الاسباني يحسم الشوط الاول لصالحه بالتفوق او في الجزء الاول من الشوط الاول اقول عفوا محمد 11-7 لصالحه او بيتقدم المنتخب لاعبين الاسباني. نعم من لاعب جزائري ان يرفع الكره، يرفع الكره قدم على طبق للنقطة لمنتخب الإسباني. يجب أن اللاعبين الرياضيين الجزائريين ما يرفعش لفون، ما يرفعش الكرة، لأن إذا رفعوا يعني 90% سوف يكون نقطة للمنتخب الإسباني. نعم طبيعة الحال يعني هنا المدرب الجزائري نوري معمر سليم يقدم التوجيهات ويطلب بالتركيز اكثر وتفادي الاخطاء التي ارتكبت، خاصه الكرات التي يعني ذهبت الى الشباك، يعني نقاط مهدوره وكان يمكنها ان تكون لصالح المنتخب الجزائري بدل ان تكون للمنتخب الاسباني. وصل اللاعب الان في الجزء الثاني من الشوط الاول، وهنا معمري كسيلة يرجع الكره، وأيضا مدال يوسف صبري في محاولة المباغتة واللعب على الجانبين، لكن المنتخب الإسباني يحاول بعملية السحق يضغط وتكون محاولة ناجحة بعدما تمكن من تحصيل نقطة أخرى ليصل به إلى النقطة الثانية. 5 نقاط كفارق بين المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري متأخر ب5 نقاط محمد، يعني اليوم يعني في الريشان نقطة وخلص المنتخب الجزائري الذي يقلص يرفع رصيده للنقطة 8 و4 نقاط كفارق. يعني اليوم في كرة الريشان محمد اليوم فارق النقاط، هل يعني يكون سهولة في تداركه أم أن يعني لما يكون هناك الفارق يعطي يعني يخلق صعوبة كبيرة مقارنة باختصاصات أخرى محمد، بما أنه يعني أن الريتم سريع، عملية تحق، عملية ترويض الكرة، يعني حتى المهمة تكون دائما صعبة. نعم إذا خضع أي فريق، الفارق 5 نقاط أو 3 نقاط، العودة تكون جدو صعبة، لأنه هذه الرياضة تتطلب تركيز كبير، وإحنا نعلم يعني الرياضة يقعد منهزم ب5 نقاط أو نفسياً يعني نفسياً يكون منهار. إذا نطلب من الرياضيين ما يخلوش الفرق كبير يكون على المستوى النقاط، يجب أن يكون نقطة بنقطة أو نقطتين أكثر يعني. ونشوف المنتخب الإسباني يحب مبادلة الكرات، هذه القوة تاعهم. المنتخب الجزائري راهو يجري في دخل في اللعب الإسباني، يجب أن ما يكونش كاين ليشونج، لازم دون دو تروا ايشونج لازم نماركو هدف، لأنه إذا كاين استمرار في الأخذ والعطاء للكرة المنتخب الإسباني حيتفوق علينا. نعم كما لاحظنا يعني في الكرة المنتخب الجزائري يعني أجرب كل الحلول الممكنة لحصد نقطة، لكن المنتخب يعني خبرة المنتخب يعني الإسباني أرجع يعني كل الكرات وكرة خارج الملعب. ونقطة أخرى للمنتخب الجزائري 9-14 بتقدم للمنتخب الإسباني في الشوط الأول لحد الآن مشاهدينا الكرام. نعم 15-9 المنتخب الإسباني، إن شاء الله تكون رومونتادا. نعم
ماذا يقول وماذا تقول الحكمة؟ يا نقطة لصالح المنتخب الجزائري. الجزائري نعم. 10-15. هنا ما نحتاجه الآن هو دعم الجمهور من المدرجات لكل من مدال ومعمري على أرضية الميدان حتى يقدمون لهم الدعم المعنوي والتحفيز من أجل ربما قلب الموازين في هذه المباراة. وجميلة جدا من مدال الذي بعملية سحق يتمكن من تقليص الفارق وإضافة النقطة 11. شوف الإعادة، شوف الكرة، محاولة تفنن لاعب المنتخب الإسباني أبيان، لكن الكرة كانت يعني سريعة بالنظر إلى أو كيف سددها مدال. كرة خارج الميدان وتضيع نقطة أخرى عن المنتخب الجزائري. 17-11، يعني فارق 6 نقاط قد يصعب مهمة المنتخب الجزائري. تطلب من الجمهور ربما ما يتوقفش عن التشجيع، عن الأهزيج، عن الهتافات، عن تقديم الدعم المعنوي للمنتخب الجزائري. 18-11 لحد الآن. يعني اليوم محمد في رأيك يعني الشوط الأول قارب على النهاية، ماذا ينقص يعني كل من مدال ومعمري من أجل يعني استرجاع أو تدارك الأمور قبل يعني فوات الأوان في المرحلة المقبلة؟ نعم، يجب أن ينساوا هذا الشوط، ينساوا ويدخلوا بعقلية الفوز. إذا حبينا نفوز على المنتخب الإسباني لازم نكون أكثر شراسة، يعني يكون أغريسيف في الهجوم وما يرفعوا كرات كثير للإسبان وما يلعبوش هم ليزيشانج، لأنه المنتخب الإسباني منتخب قوي في عملية التبادل. يعني شوفوا حلول لقتل الكرة في تمرارين ولا ثلاثة على الأقل أكثر. لازم يجب على المدرب يعطي لهم توضيحات هذا إن شاء الله، ويكون تغيير في خطة اللعب. يعني شوف باللي المنتخب الإسباني يكونوا أذكياء في الانتقال من موقع المدافع إلى موقع المهاجم، هجوم يعني أو يقلب في الموازين. أنا نشوف لازم جزاء في حالة هجوم طبعا. يلا يا مدال. نعم، نقطة مدال ونقطة أخرى لصالح المنتخب الجزائري، وإن كان الفارق يعني 6 نقاط كاملة ونقطة واحدة تفصيلنا عن نهاية الشوط الأول من هذه المباراة الشيقة والمثيرة. تعرف مستوى عالي من طرف المنتخب الجزائري والمنتخب الإسباني. إذن وينتهي هكذا الشوط الأول بتفوق أو لصالح المنتخب الإسباني. بينالفير أيضا وبيسون، المنتخب الإسباني اللذان يحسمان الشوط الأول لصالحهما في انتظار ما سيكون عليها الحال في الشوط الثاني. مشاهدينا الكرام، وهل سيتمكن المنتخب الجزائري من قلب الموازين وتعديل النتيجة في الشوط الثاني؟ إن شاء الله التوضيحات ولا وش يقدم المدرب نورين مع مرسالين تكون يمدوا الإضافة إن شاء الله ويعطي لهم قد ضعف المنتخب الإسباني المنتخب القوي. يعني كاين ثغرات، كاين البوان فابل. نسمع للمدرب معمر سليم. يطلب منهم التركيز اكثر، يطلب منهم يعني ما يدخلوش في اللعب، ما يخلوش المنتخب الإسباني يفرض لعبه على المنتخب الجزائري. أنا لا أظن أن الشوط الثاني حيكون شوط قوي جدا، وحيكون عنده كلمة كبيرة اللاعبين الجزائريين، لأنه معروفين في مقابلة القوية الشوط الأول ينهزمون ويعودون في الشوط الثاني. إن شاء الله تكون ريمونتادا كما يعملوها مع المنتخب الكرواتي في صباحة اليوم. نعم، إذا نقطة لصالح المنتخب الجزائري. هل سنشهد نقطة جزائرية؟ يعني نقطة جزائرية. نعم، هل سنشهد ردة فعل قوية للمنتخب الجزائري؟ نطلب من الحكم أن يغير النتيجة. نعم نقطتين للمنتخب الجزائري، صالح المنتخب الجزائري طبعا. نعم. يعني جميل جدا هذا أمر، يعني أو حافز معنوي
بداية الشوط الثاني، لكن تفادي الأخطاء يجب تفادي الأخطاء الفردية هذه. الفرصة هي لتعديل النتيجة وتعزيز أو تعميق الفارق عن المنافس، خاصة عندما تكون المباراة في بدايتها. الذهبية يا محمد إن شاء الله. ننتظر يعني انتفاضة أو يعني تشجيعات الجمهور في المدرجات قاعة متعدد الرياضات بواد التليلات، ونقطة أخرى لصالح المنتخب الإسباني، 4-2 والفارق إذن نقطة. يعني لا نريد أن يتكرر السيناريو محمد، إذ تمكن المنتخب الإسباني بتعميق الفارق في بداية الشوط الثاني أو الجزء الأول من الشوط الثاني. نقطة أخرى مهمة صعبة وجميلة جدا من مدال صبري أو صبري، نعم صبري مدال الذي يقوم بمحاولته بعملية سحق كانت لها يعني النتيجة بإضافة نقطة، 3 نقاط لصالح المنتخب الجزائري لحد الساعة، نقطة النتيجة أخرى وتعديل النتيجة للمنتخب الجزائري. فرصة جميلة اليوم يا عمري ويا مدال، بما أنكم عدلتم النتيجة يمكن التركيز أكثر واستغلال المنتخب الإسباني هنا. طبعا كرة دائما في المنتخب الجزائري في وضع الهجوم هو المطلوب الآن محمد، يعني هنا أن نكون في موقع المهاجم للمدافع حتى نتمكن من إرباك المنافس وتحقيق نشوف السيلة يعني إلى أنتيسيبي الفيلي اللي راح للشبكة وما خلاش الكرة ترجع إلى الخلف. يعني هذا هو المطلوب من اللاعبين الجزائريين. يوسف صبري إرسال يوسف صبري مدال، يوسف صبري مدال في المقدمة يقوم بعملية الإرسال ومعمري. هذه الأخطاء اللي تظهر التركيز، هذا الأخطاء أنا أعتبره هدف مجانية للمنتخب. نحن عن غنى عنها، نحن عن غنى عنها، لا الظرف ولا المكان ولا الزمان، يعني خلينا باش نكون الأخطاء هكذا. جميلة جدا رائع من يوسف صبري مدال، يعني يقدم أداء راقي جدا، مستوى عالي في هذه المباراة بين المنتخب الجزائري والمنتخب الإسباني. هذا واش طلب من المدرب، طلب منهم يتقدموا للشبكة قبل ما تلحق الكرة، يعني لمباغة تفادي المباغتة. يعني خبرة كبيرة عن المنتخب الإسباني الذي يحاول ترويض الكرة في كثير أحيان حتى يعني ما يخليكش تعرف ماذا سيفعل، يعني هل سيقوم بعملية سحق أم بعملية مباغتة أم رمي الكرة على الجانبين. نعم أبكت الكرة تصل إلى في الساعة، يعني أنت أنا باش يجب باش تكون في المنطقة لازم تركيز عالي، يعني عندك ثانية تقدم لصالح المنتخب الجزائري، 8 نقاط مقابل 6 فارق نقطتين، وبأفضلية للمنتخب الجزائري التحق معنا الآن في هذه اللحظة. إذن مباراة نهائية لمنافسة البادمينتون في اختصاص الزوجي إناث، ونقطة أخرى تضيع عن المنتخب الجزائري ولصالح المنتخب إسبانيا، الفارق نقطة واحدة مشاهدينا الكرام. إذن كما ذكرت مباشرة من قاعة المقاعة المتعددة الرياضات بواد التليلات التي تحتضن منافسات البادمينتون في كل اختصاصات، الآن المباراة النهائية بين المنتخب الجزائري والمنتخب الإسباني في نهائي مثير ومتكافئ بين المنتخبين. يجب أن نرجع الإرسال. إذن نحن في الشوط الثاني في الجزء الأول من الشوط الثاني، التعادل ما يميز لقاء 8 نقطة مقابل 8 وثم تقدم لصالح المنتخب الجزائري 9-8. إذن كما ذكرت أن مدال وصبري يتواجدان في الترتيب أو في المركز 56 في الترتيب العالمي. هنا نقطة أخرى، كرة جميلة تربك المنتخب الإسباني وتعزز المنتخب ورصيد المنتخب الجزائري ب10 نقاط، ونقطة إضافية مهمة. يعني المنتخب الجزائري يعني على وشك أن يحسم الجزء الأول من الشوط الثاني لصالح ب11. تعود الكرة، شوف المنتخب الإسباني محاولة الهجوم، لكن المنتخب الجزائري يجب أن يبقى دائما في مركز الهجوم لتحصيل هذه النقطة. شوف يعني الخبرة دائما المنتخب الإسباني يحاول رفع الكرة، محاولة سحق من المنتخب الجزائري ونقطة لصالح المنتخب الجزائري، جميل جدا 11 نقطة والفارق يصل
إلى 3 نقاط للمنتخب الجزائري عن المنتخب الإسباني. انتفاضة واستفاقة للمنتخب الجزائري. شكرا لك يا مداد يا عمري كسيلة على هذا الأداء الذي يعجب به الأنصار ويحمس أو يجعل الحماس والتحفيز للمنتخب الجمهور الرياضي المتواجد بالقاعة من أجل حتى هم أيضا يتحفزون لتقديم التشجيعات والهتافات وتقديم الدعم المعنوي كما ذكرت دائما الثنائي معمري ومدال هنا. نعم. يعني رضا المدرب. نعم. معمري الذي يطالب بالمزيد ويطالبهم يعني هذول. نعم. اللاعب هذول اللاعب اللي يعني كان ينتظروا هذول اللاعب اللي كان ينتظروا من اللاعبين الجزائريين هو المطلوب يعني العمل المتواصل. نعم. الاهم هو في الجزء الثاني من الشوط. نعم. الثاني يعني يجب تعميق الفارق إذ ما أردت يعني الفارق راه 3 نقاط لكن يجب تعميق الى 5 نقاط لان المنتخب الاسباني جيد جدا في الدفاع ولما تعزيز حظوظنا والذهاب. نعم. الى الشوط الثالث سيكون الفصل في من ستكون له يعني الميداليه الذهبيه وبلوغ يعني على في منصه التتويج اليوم. يعني كما قلت المنتخب اللي يكون طبعا يتواصل في هذه الاثناء نقطه لصالح المنتخب الاسباني في كره باغتت معمري. هنا يرفع المنتخب الاسباني محاوله السحق من المنتخب الجزائري يضيع دائما الكرات في الشباك. هي نقطه ضعف المنتخب الجزائري الذي ضيع عديد النقاط في الشوط الاول كما تابعنا من قبل لكن لا يجب ان تتكرر هذه الاخطاء. تركيز ورفع الكره حتى انك اذا لم تكن في يعدل بسهوله المنتخب الاسباني يعني النتيجه بعدما كان الفارق 3 نقاط يجب ان يكون يعني انا نشوف هذا الامر يعني الاسباني يعدل النتيجه باريحيه دي طبعا محمد الاشكال يعني تقلصت الحلول. رفع الكره بدل ان ترسلها الى الشباك. هنا محاوله الهجوم المنتخب الجزائري رفع الكره مباغته المنتخب الاسباني دائما يباغت المنتخب الاسباني دائما يلعب بالقرب من الشباك. هنا المنتخب الجزائري يرفع محاوله سحق المنتخب الاسباني يرد دائما المنتخب الجزائري يقول وكره تذهب خارج الملعب لتقلب الموازين مؤقتا بتقدم للمنتخب الاسباني 12 مقابل 11 فارق نقطه واحده ويبقى بامكان المنتخب الجزائري ان يتدارك الامور فيما تبقى من مجريات الشوط أو الجزء الثاني من الشوط الثاني. نعم. لا يجب أن يجب أن تسجيل النقاط يعني ما يخليش المنتخب الإسباني يتفوق عليه في النقاط لأنه إذا تفوق عليه سيحصل نفس السيناريو من الشوط الأول. شوف صمود المنتخب الإسباني الذي دائما يرجع الكرات مهما كانت طبيعتها يعني في محاولة التسديد خارج الملعب نقطة لصالح منتخب الجزائري الذي يبقى لسيقا نقطة بنقطة. الآن المباراة تسير الجمهور هادئ على المدرجات نطالب يعني تقديم التشجيعات اللازمة خاصة في هذه اللحظات الحاسمة والصعبة. المنتخب الجزائري يحاول او يحاول ان يكون في موقع الهجوم. شوف الكرة جميلة جدا. نعم جميلة جدا. هكذا يجب ان يكون اللعب والضغط على المنافس لتحصيل النقاط. اذا معمري اظن يوسف صبري او مدال. يوسف صبري في المقدمة يعني هو من لازم يكون شرس يكون اجريسيف في لي بال تاعو لازم يكون طبعا يعني سرعة اعادة السرعة وشرس يربك المنافس. نعم تربك المنافس. خارج الميدان خارج يقول الحكم اذا او تقول الحكمه الصربيه نقطه لصالح المنتخب الاسباني والتعادل 13-13 بين المنتخبين الجزائري والاسباني. نعم مباغته هاي يعني الكرات التي نطلبها نحتاجها هذه الكرات اللي يطلبها المدرب ويطلبها الجمهور طبعا ونحن في العد التنازلي للشوط الثاني تقدم لصالح المنتخب الجزائري. مباغته جميله مباغته جميله ارسال طويل يعني لم تكن هناك مراقبه من اللاعب الثاني للمنتخب الاسباني كان
ارسال قصير طبعا قالوا ارسال مثل هذه تهز المدرجات وتحفز الجمهور على تقديم الدعم اللازم. نعم يلا يلا يا عمرو يلا يا كسيلة يلا عملية سحق يلا بالسحق دائما. كرة في الشباك يعني تؤثر للأسف، يعني مثل هذه الكرة أيضا تحفز المنتخب الإسباني على العودة في النتيجة بما لاحظنا الشوط الأول وأيضا الشوط الثاني. جدا المنتخب الإسباني لاحظوه هادئ جدا، هذا راجع للخبرة، هو يعلم أنه يعني المنافس قوي يعني المنتخب الجزائري، ولا يمكن يعني ترك الفرصة بل التركيز والهدوء في تسديد يعني الكرات. كرة في الشباك يعني تؤثر للأسف، يعني مثل هذه الكرة أيضا تحفز المنتخب الإسباني على العودة في النتيجة بما لاحظنا الشوط الأول وأيضا الشوط الثاني. جدا المنتخب الإسباني لاحظوه هادئ جدا، هذا راجع للخبرة، هو يعلم أنه يعني المنافس قوي يعني المنتخب الجزائري، ولا يمكن يعني ترك الفرصة بل التركيز والهدوء في تسديد يعني الكرات. يلا يلا يا كسيل يلا يا الملعب خارج الملعب، نعم خارج الملعب صالح المنتخب الجزائري. ماذا تقول الحكمة؟ نعم في انتظار ما ستحدده الحكمة. 16 نعم صالح المنتخب الجزائري المتقدم بنقطتين لحد الآن على المنتخب الإسباني، 16 مقابل 14. إن شاء الله تكون هذه النقطة تحول للشوط الثاني إن شاء الله. منعرج المباراة بإذن الله إن شاء الله، منعرج المباراة يعني لأنه إذا راحت المباراة لشوطها الثالث ستكون الأمور مغايرة تماما من طرف الأداء. كلام آخر طبعا، وسيكون يعني الفوز في الشوط الثاني هو الحافز المهم أو الأهم، نعم إن صح التعبير، للمنتخب الجزائري من أجل أن يقدم ضعف ما قدمه في الشوط الأول. نعم إذا فزنا الشوط الثاني إن شاء الله نفوز بالمباراة، إنه يدخل الشك في المنتخب الإسباني طبعاً. ويعطي الحماس والشجاعة للمنتخب الجزائري، وأكثر يعطي له لا كونفيونس. المنتخب الإسباني لن يكون بعد ذلك في مستوى المنافس نعم. الكبير، بل في مستوى الند للند. ند للند. نعم. عملية صعبة. يجب أن لا نرفع الكرات العالية في أمام الشبكة، لأن النتيجة ستكون نقطة. طبعا. ما زال فارق. لصالح المنتخب الإسباني. حاول ترد الكرة. ساحق من طرف المنتخب الإسباني. ساحق الآن. يلا يا معمري يلا يا معمري يلا يلا يا مدال. كرة الآن منتخب إسباني في موقع المدافع وكرة لصالح نقطة الجزاء. نعم منتخب الجزائري نعم. الذي يحافظ على التقدم لحد الآن بخطى ثابتة نحو الفوز. نتيجة ستكون نقطة طبعا. ما زال فارق لصالح المنتخب الإسباني. حاول ترد الكرة. ساحق من طرف المنتخب الإسباني. ساحق الآن. يلا يا معمري يلا يا معمري يلا يلا يا مدال. كرة الآن منتخب إسباني في موقع المدافع وكرة لصالح نقطة الجزاء. المنتخب الجزائري الذي يحافظ على التقدم لحد الآن بخطى ثابتة نحو الفوز بالشوط الثاني 17 مقابل 15. نعم مهمة من دون شك ستكون صعبة في الكرات الأخيرة يعني التي ستكون حاسمة، ولا ينبغي للمنتخب الجزائري أي خطأ أو تضييع أي كرة. ستحفز المنتخب الإسباني ربما على خارج الملعب. ونقطة أخرى لصالح المنتخب الجزائري 18 مقابل 15. مشاهدينا الكرام في هذه المباراة التي هي في شوطها الثاني، المباراة التي تجرى بالقاعة المتحدة الرياضات بوادي تلات، مسابقة البادمنتون ضمن فعاليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها الباهية وهران. نقطة تضيع ونقطة لصالح المنتخب الإسباني الذي يقلص الفارق إلى نقطتين في هذه الأثناء. أنا يجب أن لا يسجل المنتخب الإسباني. لازم نرجع الإرسال طبعا. اهدار فرص
النقاط هذه اثر التركيز اثر على المجريات المقابله. لا يجب ترك الفرصه للمنتخب الاسباني حتى يقلب الموازين في هذه المباراه. منتخب قوي يعني يرجع في المباراة، تعطي له فرصة أو فرصتين يرجع في المقابلة. نقطة داخل الملعب، داخل الملعب، نعم داخل الملعب، داخل الملعب. هذا تقول حكم 19 لصالح الجزائري، تقدم الجزائري في هذه اللحظات. نعم داخل الملعب. وسوء تقدير، نعم هي تلمس خط الملعب كما نلاحظ في الإعادة، الكرة خط الملعب. الملعب وسوء تقدير من اللاعب أبيان من المنتخب الإسباني. إذن النقطة سوء تقدير كان لصالح المنتخب الجزائري الذي أعطاه الأفضلية حتى يحافظ على فارق النقاط نقطتين، و 19 لصالح المنتخب الجزائري مقابل 17 في هذه الأثناء. إذن نقطتين فقط تفصل المنتخب الجزائري من أجل حسم الشوط الثاني لصالحه. لا يجب تضييع هذه الكرات. لا عمري أو يمال يقول حكم 19 لصالح المنتخب الجزائري، تقدم الجزائري في هذه اللحظات. نعم داخل الملعب. وسوء تقدير، نعم هي تلمس خط الملعب كما نلاحظ في الإعادة، الكرة خط الملعب. الملعب وسوء تقدير من اللاعب أبيان من المنتخب الإسباني. إذن النقطة سوء تقدير كان لصالح المنتخب الجزائري الذي أعطاه الأفضلية حتى يحافظ على فارق النقاط نقطتين، و 19 لصالح المنتخب الجزائري مقابل 17 في هذه الأثناء. إذن نقطتين فقط تفصل المنتخب الجزائري من أجل حسم الشوط الثاني لصالحه. لا يجب تضييع هذه الكرات. لا عمري أو يمال يعني الكرات مصيرية ولا يجب تضييعها يعني في الشباك بهذه الطريقة. نقطة للجزائر. ايش فوندو سيرفيس، فوندو سيرفيس، خطأ في الإرسال. نقطة للجزائر. نعم جميل جدا، جميل جدا، جميل جدا، لأنه كان نلاحظ باللي كان وقف اللاعب الإسباني يجب أن تكون الامباكت تحت الحزام. جميل جدا، لانه كان نلاحظ باللي كان وقف اللاعب الاسباني يجب ان تكون الامباكت تحت المضرب فوق الحزام. طبعا شيء واضح، هذا شيء واضح. نشكر الحكمة اللي تفطنت على هذا الخطا. اشاره الحكمة نقطة واحدة يا عمري ويا مدال تفصلنا عن تعديل النتيجة بشوط اخر. هنا عملية سحق من طرف المنتخب الاسباني. إذا معمر يرفع الكرة دائما، نطالب بال نعم لما تكون في موقع المدافع، يعني كل احتمالات تكون لصالح المنتخب الإسباني من أجل حصد النقطة، وهو ما لا يجب أن يكون، يعني دائما يجب أن يكون الذكاء في قلب الموازين والانتقال من وضعية المدافع إلى المهاجم، خاصة في آخر هذه المباراة. هل سيتمكن من فعلها مدال؟ وصبري إن شاء الله، إن شاء الله أخرى. يلا مدال، يلا يا صبري، نحن ننتظركم، نأمل فيكم كل التفوق. التألق، نعم 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 نعم، ويفعلها مدال وصبري. شكرا لكم. شوط بشوط. إذا المنتخب الجزائري في هذه الأثناء يعدل النتيجة شوط مقابل شوط. المباراة إلى شوطها الثالث والفاصل، أين سيكون الأهم ومن سيتمكن من حصد الميدالية الذهبية؟ إذا تشجيعات وهزيج الجماهير في المدرجات، دعم معنوي لكل منتخب الجزائري. إذا شكرا لك يا عمري كسيلة ويا مدال صبري يوسف على ما قدمتموه في الشوط الثامن. الثاني يقول نأمل فيكم الخير وعدم الاكتفاء بالميدالية الفضية بل ميدالية ذهبية، بما أن الفرصة مواتية تماما، بما أن الحق على أرض الوطن بالباهية وهران وبالقاع المتعددة الرياضات بوادي التلال. إذا الشوط الثالث سيكون قوي محمد من دون شك، وسيكون فيها الصراع والخبره هي من ربما ستحسن. نعم انا 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 تكهنت قلت اذا فاز المنتخب الوطني في الشوط الثاني حنفوز بالمباراه، لانه الشوط الثاني هو شوط الفاصل. المنتخب الاسباني راه منهار معنويا الان، المنتخب الجزائري مع الاهاجيز والتشجيعات الجمهور حيدخل الشوط الثاني بقوه وعزيمه، وعلى باله باللي ربح الشوط الثاني يقدر يربح الشوط الثالث ان شاء الله.
طبعا على الصورة الحكمة الصربية التي تفطنت لخطأ من اللاعب المنتخب الإسباني في الشوط الثاني، منح نقطة للمنتخب الجزائري وحفز على حسم الشوط الثاني لصالحنا أو لصالح المنتخب الجزائري. الجزائري هنا في هذه اللحظات ينطلق الشوط الثالث والفاصل، والإرسال بأفضلية إرسال للمنتخب الجزائري من صبري مثال. نقاط لصالح المنتخب الجزائري. نقاط الأولى نقاط تؤثر كثيرة للمباريات. مهمة جدا. حفز على صنع الفارق أو تعميق الفارق في كل الكرات. نقطة أخرى ذكية جدا من اللاعب مدال. ذكاء في تسيير اللعب. ولو أنه شوط يعني في بداية لكن المنتخب الجزائري الآن عنده تلك الإرادة، تلك الشجاعة، العزيمة والشجاعة أيضا في تناسي اسم المنافس والبحث عن النقاط. وفق يعني يكون يركزوا اللاعبين الجزائريين، يكون يركزوا أكثر للشوط الثالث. لا نريد أن نكون في موقع المدافع هنا، انتقال لوضعية المهاجم ستكون للمنتخب الجزائري بإذن الله. ثلاثة صفر. سحق على الشبكة الطريقة الجميلة في هذا اللاعب الجزائري يجب أن يلعب على هذه الطريقة، إما يخرج الفريق الإسباني يكون في حالة هجوم. طبعا كيف سيتدارك المنتخب الإسباني أمام أمام عزيمة المنتخب الجزائري، ثلاثة نقاط مقابل نقطة واحدة بفارق نقطتين وبأفضلية المنتخب الجزائري. تضيع المنتخب نقاط اللي سجلها الإسباني كلها نقاط يضيعها المنتخب الجزائري. هي هدايا مجانية المنتخب الإسباني. لا نريد أن نعيش الضغط الذي عشناه في الشوط الثاني، نريد من المنتخب الجزائري أن يحسم الأمور. أنا نأكد لك بكرا حتعيش في ضغط. أنا مو قبل ماشي سهل. طبعا وكرة لمست يعني مضرب اللاعب الجزائري قبل أن تخرج، ونقطة لصالح المنتخب الإسباني الذي يعدل النتيجة. ثلاثة نقاط لمثلهما في هذه الأثناء. المدرب عمري اللاعب نوري عمر طرابع المنتخب الجزائري. طبعا أستاذ المنتخب الجزائري رفع الكرة، محاولة سحق المنتخب الإسباني ثم مباغة المنتخب الجزائري. نقطة جميلة جدا، نقطة جميلة جدا للمنتخب الجزائري الذي يتمكن من تعميق الفارق إلى نقطتين وخمسة لصالح المنتخب الجزائري، ثلاثة المنتخب الإسباني. نعم يجب تعميق الفارق. حتى خيارات الأريحية للمنتخب الجزائري. نعم ويدخل الشك في المنتخب الإسباني. الإسباني. نقطة لصالح المنتخب الجزائري. 6-3. حتى المكان يعني انتقال اللاعب المنتخب الجزائري على الجهة المقابلة للجمهور بالملعب، يعني لما يقابل الجمهور راح يشوف يعني ردة فعل الجمهور الجمهور دفع معهم كثير كبير، يعني دافع عكس أن يكون في ظهر يعني لاعبي المنتخب الجزائري. والأمر مناسب بما أنه المباراة في شوطها الثالث. ما يخفالكش الشوط الثالث يعني بعد شوطين إضافي اللي لعبوهم الشوطين الأولين، يعني المنتخب الإسباني راه منهار بدنيا ومع الأهاجيز أهزيج تشجيعات المنتخب الجزائري إن شاء الله يأثر عليه ويأثر على تركيزه. طبعا من سيكون له النفس الطويل والتركيز والذكاء في تسيير نقطة أخرى يعني كل الكرات. ثلاثة نقاط هي الأخطاء التي نريد أن نستغلها، لكن لا نريد أن نتبادل بنفس الأخطاء والهدايا المجانية التي نقدمها للمنتخب الإسباني، إذ ما أردنا يعني الفوز بالمباراة وكسب الميدالية الذهبية أو المعدن. شوف هنا الكرة ترفع محاولة
ساخن المنتخب الإسباني نرفع الكرة محاولة الدفاع ويرفع الكرة دائما نرفع الكرة. ولما ترفع الكرة كثيرا ستكون محاولة السحق دائما والتي في أغلب الأحيان محمد يعني تعطي نتيجتها بتحصيل النقاط. نعم يعني الكرة العالية ما تقدمش المنتخب الجزائري طبعا. هنا نقطة أخرى جميلة جدا الجزائري. نعم يعني لاحظنا في الشوط الثاني منتخب الجزائري كان يحافظ على فارق النقاط بنقطتين، الآن يحافظ بثلاث نقاط. تصاعدي قد يتعمق يعني في الكرات المقبلة وفي الفترات المقبلة من المباراة. يعني المهم هو أن المنتخب الجزائري في هذا الشوط يبقى في المقدمة. نعم يعني نشوف المباراة يعني نفس السيناريو مقابلة نصف النهائي مع كرواتيا، يعني في المنحنى تصاعدي يعني ويطلب المدرب يعني الضربة الثالثة تكون سريعة، سرعة التنفيذ تكون رابيد. طبعا ذكاء في الإرسال وسرعة التنفيذ في الكرات يعني تربك المنافس. هنا أعطى الفرصة مباشرة للسحق أو لمحاولة السحق. نعم كرة سريعة مثل هذه الكرات، هاي الكرات المطلوبة. هذا اللاعب الجزائري، هذا اللاعب الثنائي المعتاد عليه يلعبه للمنتخب الجزائري. هذا هو الكرة إن شاء الله، إن شاء الله نكملوا على المنوال ونلصق هذا إن شاء الله. طبعا كرة عالية جدا في الاثنين وعم يتسحق من طرف المنتخب الإسباني. المنتخب الإسباني سحق 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 نعم جدا نعم. هذا اللاعب هذا نطلب من طبعا نطلب من اللاعبين يلعبوا لاعب رابي سريع، لاعب سريع والسحق نجم لا نرفع الكرات العالية. جميل يا مدال ويا صبري على ما تقدمانه إن شاء الله. إن شاء الله المنتخب الإسباني إن شاء الله عميق الفارق لخمس نقاط والاقتراب من حسم الجزء الثاني أو الجزء الأول من الشوط الثاني. صالح المنتخب الجزائري قبل الوقت المستقطع مهم جدا وتضييع كرة مجانية لصالح المنتخب الإسباني. 10-6 فارق نقاط، أربع نقاط أقول لصالح نقاط يجب أن نقطة بنقطة الجزائري. نعم حافظ على تعميق الفارق مهم جدا. نعم شوف ماذا يفعل. يلا يا مداد يا معمر يعني يعني حتى المنتخب الإسباني يركز كثيرا على جهة معمري. يعني هل يعني هو تراجع بدني لمعمري أم سوء تركيز؟ نعم يركز على يوسف سوء تمركز في الكرة. هنا نشاهده يركز على مدال صبري، ومدال صبري على ما أظن مرهق بعض الشيء. لاعبين بعضهم أخ إسماعيل اللاعبين الإسبانيين واللاعبين الجزائريين يعرفوا بعضهم يعني تلاقوا في عدة مباريات ودورات، في عدة دورات تلاقوا يعني خلي النسق يكون كبير والتفاهم في التموقع فوق أرضية الميدان أو في ترك المجال في كل مرة لزميله من أجل يعني إرجاع الكرة سواء في محاولة سحق أو في محاولة دفاعية أو في يعني ترويض الكرة والمباغتة. نعم طبعا المنتخب الإسباني حنشوفه حيلعب على يوسف صبري. على يوسف صبري يعني. نعم نعم على ما أظن. هل سيكون يوسف صبري نقطة ضعف المنتخب الجزائري أم أن ستكون لا نعمل ذلك ستكون يعني له كلمته في الكرة المقبلة قبل حسم الشوط في صبري يعني. نعم نعم على ما أظن. هل سيكون يوسف صبري نقطة ضعف المنتخب الجزائري أم أن ستكون لا نعمل ذلك ستكون يعني له كلمته في الكرة المقبلة قبل حسم الشوط الثالث. هنا فارق نقطة واحدة. هدر النقاط هدر النقاط يعني من خمسة نقاط إلى نقطة واحدة يعني خطأ ممنوع. نعم ممنوع الخطأ. نعم يا محمد على كل من معمري ومدال في التصدي للكرات. إذن إرسال لصالح المنتخب الإسباني كرة محاولة سحق من طرف المنتخب الجزائري يرفع كرة ودائما هجوم المنتخب الجزائري. يلا يا مدال يا صبري دائما عملية سحق وتأتي بثمارها ونقطة الحادي عشر بفارق نقطتين مع المنتخب الإسباني. وقت مستقطع والشوط وتغيير الملعب من الشوط وتغيير الملعب دائما تغيير المكان الملعب المنتخب الإسباني والمنتخب الجزائري. حضورنا أو مشاهدينا الكرام عبر قنوات التلفزيون الجزائري وعلى القناة السادسة نقول لكم أو نتابع وإياكم تفاصيل وفعاليات منافسة البادمينتون في اختصاصي الزوجي عند الذكور نهائي هذه المنافسة التي تجرى بالقاعة
متعددة الرياضات بوادي التلات وبحضور جماهيري كبير في مدرجات هذه القاعة، هذه القاعة التي تكتسي أحسن بألوان ألعاب البحر الأبيض المتوسط وضمن فعاليات هذه المنافسة الدولية الكبيرة، هي عرس متوسط بالباهية وهران، والتي يعني يشارك فيها 26 دولة في مختلف الاختصاصات. إذن نحن في الجزء والمنعرج الحاسم لهذه المباراة، ومباراة تتواصل في شوطها الثالث بين المنتخب الجزائري والمنتخب الإسباني. ينطلق اللاعب ويتواصل محاولة السحق من طرف المنتخب الجزائري، يرفع كرة المنتخب الإسباني، يسحق عملية سحق المنتخب الجزائري، محاولة مباغتة، ترد الكرة سريعة وخارج الميدان، اللاعب في المنتخب الجزائري بطريقة ذكية جدا، يعني يربك المنتخب الإسباني الذي يكون هو يكون اللاعبان في نفس المستوى. جميلة، رائعة جدا، رائعة جدا من يوسف صبري مدالي الذي يراوغ ويسير كما ينبغي هذه الكرة حتى يسقط لاعب الإسباني. تأسف على المنتخب الإسباني مما فعله اللاعب الذي لم يتمكن. شوف لما لا كان اللاعبين في نفس المستوى على مستوى الخط، يعني لم يكن لاعب في المقدمة ولاعب في الخلف، أعطى كل الإمكانية للمنتخب الجزائري من أجل تسيير المباراة لصالحهم. جميل جدا ما يصنعه المنتخب الجزائري في أطوار هذه المباراة، 4 نقاط كفارق أو يعود فارق إلى ليتخلص إلى 3 نقاط، 13 مقابل 10 نقاط. ماليش يجب أن يحافظوا على النقاط، 3 نقاط أو نقطتين ماليش، يعني المنتخب الجزائري يخلي الفارق تاع نقطة ثلاثة ويسير اللعب، يعني نقطة بنقطة، هذا هو المطلوب منهم، يعني مسير نقطة بنقطة وتفادي الفردية، الأخطاء الفردية. نعم هنا نشوفوا يعني يعطوا لهم لا شونس باش يعاودوا في المقابلة، يعني يعطيهم الوقت باش يعاودوا يوليو. الخطأ ممنوع. نعم. ممنوع في هذه المقابلة. ممنوع الخطأ، يعني لأنك تلعب على الذهب، ماكش تلعب على طبعاً. يعني لكن نقطة أخرى 14، نقطة أخرى 14. الحضور الذهني والتركيز جميل في إرجاع الكرة يعني موجود، يعني يعطينا الطمأنينة كل من صبر و دائما عندما يضيفون نقطة ويحافظون على فارق النقاط الذي هو 3 نقاط منذ بداية يعني الشوط الثالث، يعني في الشوط الثالث يعني ما شفناش المنتخب الإسباني يتفوق على المنتخب الجزائري. طبعا إن شاء الله يكون فيها الخير بإذن الله، وهو ما نتمناه في هذه نقطة جميلة جميلة جدا جدا جدا، هذه النقاط لتسجل نقطة. شوف الإعادة. نعم شوف تعابير وجهه، يعني مش راضي حتى الكره ما خذتش اللاعب الاسباني، يعرف هو وين هو وين اتجاه الكره. ان شاء الله الذهاب، يعني 14-12 ان شاء الله الذهاب يعطي الاريحيه مؤقته للمنتخب الجزائري ان شاء الله، يعني الذهاب الهدف واسم المباراه لصالحهم. نقطة ضائعة، ماليش كان يمكن تقديم الأفضل في هذه الكرة. نرجع الإرسال إن شاء الله، نعود محاولة جميلة ومقبولة. نعم. محاولة يعني مباغتة المنافسة والخصم، أنا تخوف منه كثير منتخب إسباني يعود لأنه في المقابلة تاعو يعود في النتيجة، هذا الشيء اللي مخوفني. لازم الحكم يعني يشوف الإرسال تاعو فوق الحزام، لازم تتدخل هنا الحكمة، لازم تتدخل لأنه الإرسال راه فوق الحزام. طبعا اللاعب يغير، لازم الضغط على الحكمة بينالبير. نعم. على الصورة شوفوا الإرسال، يقوم بإرسال الكرة، يجب يكون تحت هنا تتواصل المباراة. نقطة 17 المنتخب الجزائري. نعم. وثلاث نقاط دائما، ثلاث نقاط يعني. نعم. يفعلها المنتخب الجزائري الذي يقترب رويدا من المعدني النفيس ومن بلوغ منصة أو بلوغ المرتبة العليا في منصة التتويج. قضية الكرة المنتخب الجزائري في أرضية الميدان، ونقطة أخرى لصالح المنتخب الإسباني. نقطة أخرى 18
نقطة 18. الجمهور نطلب من الجمهور يساند محمد. يعني هذه النقاط صراحة يعني تعبنا من الحسابات احنا. نعم بلوغ النهاية وفقط. نعم 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 إذا النهاية نبلغ النهاية بتتويج المنتخب الجزائري. بتتويج المنتخب الجزائري بإذن الله. بإذن الله. قولوا بإذن الله. ثلاثة نقاط تفصلنا على فوز المنتخب الجزائري. يلا حتى يكون المنتخب الجزائري في موقع المهاجم بدل المدافع وإعادة الكرة. سحق سحق سحق. هو ما نريده. سحق. سحق. نقطة أخرى 19. نقارب نقطتين تفصلنا على الذهب. نقطتين تفصلنا على الذهب. إن شاء الله تكون ذهبية تاريخية إن شاء الله. بالرزانة وبالحفاظ على تركيزهم في مسايرة وفي تقييد كل الكرات التي تأتي من المنتخب الإسباني. إذن هنا المنتخب 20. نعم محمد نقطة 20 ويقترب المنتخب الجزائري من الميدالية الذهبية بقاعة وادي تليلات. إذن نقطة فقط تفصل المنتخب الجزائري من أجل بلوغ الهدف المسطر حصد المعدني النفيس وهو المطلوب الذي سيكون بجدارة واستحقاق بما أن المنافس والمنتخب الإسباني. يلا يلا يا معمري يلا يا مدني. ذهب ويتمكن المنتخب الجزائري من فعلها ويتمكن المنتخب الجزائري. مبروك لنا وللمنتخب الجزائري ايضا. شكرا شكرا للاعبين شكرا للاعبين قدموا كثير الذهب. اذا ميداليه ذهبيه اخرى تعزز رصيد الجزائر. شكرا يا مدال ويا معمري على كل ما قدمتموه رغم ان يعني لم نشك في ادائكم وقدراتكم في الشوط الاول بعدما قدمتموه في الشوط. كنا نعلم انكم في الشوط الثاني والثالث ستكونون اكثر قوه وجداره واستحقاق وحضور ذهني وبدني من اجل مسايره هذه المباراه والتغلب على المنافس. منافس من طينه الكبار اسمه المنتخب الاسباني. اذا هنيئا لنا بميداليه ذهبيه اخرى. هنيئا لكل الشعب الجزائري وهنيئا لوهران بهذا التنظيم. اذا الجمهور الرياضي الكريم يتابع بكل يعني جوارحه بكل تركيز بكل يعني انفعال لهذه المباراة التي انتهت كما يجب وما كنا كما كنا نتمناه محمد من نعم. اجل بلوغ الهدف نعم انا قلت يعني في الشوط الثاني يعني نعم انا قلت في الشوط الثاني اذا تمكنا من الفوز في الشوط الثاني حنفوز بالمباراة وكما كان التكهن يعني نشكر اللاعبين اللي قدموا مباراة بطولية ومباراة تاريخية يعني أول ميدالية جزائرية لرياضة البادمينتون ألعاب البحر المتوسط. وذكروا باللي احنا المشاركة الثانية للرياضيين البادمينتون في الألعاب البحر المتوسط. يعني ما كناش نتوقعوا يعني نالوا هذا المعدن النفيس لكن الإرادة والشجاعة والتشجيعات الجمهور والتقنيين والإداريين والطاقم الطبي والمدربين يعني قدموا الإضافة وقدرنا نحققوا الإنجاز التاريخي هذا ونقدموا ميدالية ذهبية للشعب الجزائري وخاصة الرياضيين كل الرياضيين المشاركين هنا والرياضيين البادمينتون إن شاء الله. أجواء جد رائعة بقاعة أو القاعة المتعددة الرياضات بوادي التليلات. إذن بعد قليل ستكون أو سيكون التتويج وتسليم الميداليات لأصحاب المراكز الأولى. إذن بعدما أقصي المنتخب الجزائري للسيدات أمام المنتخب القبرصي في الدور الربع النهائي أمس المنتخب الجزائري ذكور في اختصاص الزوجي للبادمينتون يفعلها يوم بعدما تغلب على كبار القوم أقولها المنتخب الإسباني المنتخب الكرواتي أيضا والمنتخب السلوفيني. إذن تمكن اليوم من حصد المعدني النفيس والتتويج بالميدالية الذهبية التي كانت مسطرة ضمن أهداف الاتحادية الجزائرية كما حدثنا المدير الفني للفرق الوطنية والمدير الفرق الوطنية بالاتحاد الجزائري البادمينتون.